إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه محاضرة اختار إخواننا موضوعها لأهميته في هذه البلاد خصوصا وفي بلاد المسلمين عموما. لماذا يختلف العلماء؟ وحقيقة قبل أن أبدأ في الجواب عن هذا السؤال لماذا يختلف العلماء، لابد أن نذكر من هم العلماء الذين نعنيهم في هذا الموضوع، وإلا فللفرق الضالة علماؤها كما يقال، فللشيعة علماؤهم، وللخوارج علماؤهم، وللمعتزلة علماؤهم. هناك فرق ضالة منحرفة، فهؤلاء يعتبرون رؤوسهم علماءهم، وهؤلاء لا نعنيهم في موضوعنا هذا، وإنما نعني علماء الحديث والسنة، نعني علماء التوحيد الذين يرفعون راية التوحيد وراية السنة، علماء الأثر، أتباع سلفنا الصالح. وهذا قد يجعلني أطرح سؤالا، وهو لماذا خصصنا هؤلاء بأنهم هم العلماء؟ الجواب هو في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء في هذا الحديث هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء رؤوس البدع، رؤوس الفرق الضالة، ليسوا ورثة الأنبياء، لم يحملوا الميراث النبوي، وإنما حملوا غيره، حملوا ما يخالف هذا الميراث. فالعلم المراد في هذه المحاضرة هو ميراث النبوة، والأنبياء ما تركوا بعدهم بدعا ولا ضلالات، وإنما تركوا علما نافعا. وصدق من قال: العلم ميراث النبي كذا أتى، في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه، فينا فذاك متاعه وأثاثه. وصدق الآخر إذ قال: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، أو ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. فهذه الأبيات كلها تصب في مصب واحد، وهو أن العلم ميراث النبوة، العلم هو العقيدة الصحيحة والمنهج القويم والصراط المستقيم. العلم إما آية محكمة، وإما سنة ماضية، وإما أثر به تفهم الآية المحكمة والسنة الماضية. فالعلم هو الكتاب والسنة، وعلى فهم سلف الأمة، هذا هو العلم. فحملة هذا العلم هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء. ومع ذلك فإن هؤلاء العلماء الذين يحملون هذا الميراث بشر،
يصيبون ويخطئون، فليسوا هم معصومين. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم بعصمة الله له، والميراث النبوي نفسه معصوم، والمنهج السلفي منهج معصوم. وأما حملة هذا كله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فليسوا بمعصومين. ولطالما ردد شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، لطالما ردد هذه الكلمة: المنهج معصوم، أما نحن فلسنا معصومين. أي هذا المنهج الذي نحن ننتسب إليه هو منهج معصوم، كما أن الإسلام معصوم فإن هذا المنهج السلفي معصوم. لكن حملة الإسلام المسلمون هل هم معصومون أيضا؟ ليسوا معصومين. هل نسبة المسلمين إلى الإسلام نسبة حقة أم باطلة؟ نسبة حقة، الإسلام حق ونحن ننتسب إليه نسبة حقة، وكذلك المنهج السلفي حق لأنه هو الإسلام. أما الذين فهموا الإسلام فهما يخالف هذا المنهج فما أصابوا في فهم الإسلام ولا أصابوا فيما هم عليه، بل انحرفوا يمينا وشمالا بين مفرط ومفرط. فالإسلام عندنا هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهذا هو الميراث النبوي، هذا هو الميراث، العلم النافع هذا هو الميراث، هذا هو الذي نقصد بحملته العلماء الذين حملوا هذا الميراث منتسبين إلى هذا الأصل هم العلماء الذين نعنيهم. وعليه هؤلاء العلماء كما قلنا بشر، فلا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كنا مقلدين أحدا في هذه الأمة لقلدنا أبا بكر رضي الله عنه، لو كان التقليد واجبا لقلنا نحن بكريون، فإن أولى من يقلد بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. فهؤلاء هم أفضل الأمة بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه. فلو كنا مقلدين أحدا لقلدنا هؤلاء، لكن لا يجوز تقليد أحد من هذه الأمة بعينه في كل ما يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. والحق فيهم لكن ليس في واحد منهم بعينه، فإن الحق باق في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالحق محصور في العلماء بلا شك، ولكن ليس هو في عالم بعينه في كل مسألة مسألة، أو في كل قول قول، أو في كل شيء. لا يمكن أن يكون واحد من هؤلاء العلماء قد أصاب الحق كله في كل المسائل وفي كل ما ردد وفي كل ما قال، لأن هذا معناه إذا أنت اعتقدت ذلك أن عالما من العلماء أصاب في كل ما قال لابد أن تعتقد عصمته أنه معصوم، وهذا ليس كذلك. فمن عقيدة أهل الحديث والسنة أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. After praising Allah تبارك وتعالى وتصوف خطبة الحاجة, Sheikh Tahir said that this lecture, the brothers have chosen this subject, which is why do scholars differ. And this is a subject that is very important in this land in particular and in the Muslim lands in general. But when we start to talk about the subject, the first thing we want to mention is first, who are the scholars that we are talking about?
Who are the scholars that we are talking about? For surely there are those from the people innovation, whether they be from the Rawafid or the Shia or the Khawarij or the Mu'tazila, who have the heads of their particular groups that they consider to be scholars. What we mean by the term scholars are the scholars of hadith, the scholars of the Athar, the scholars of Tawheed, those scholars who raise the banner of the Sunnah, those scholars who are inheritors of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As it comes in authentic hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated that the scholars are the inheritors of the prophets, and the prophets do not leave a dinar or a dirham, for what they leave is knowledge. So he who takes it has taken that which is a great good. So when we say the term scholar, we are referring to those who are carrying the inheritance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Those who are carrying this inheritance. And there's no doubt that the people innovation do not carry the inheritance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They carry this knowledge. And by knowledge we mean, and the Shaykh here used, mentioned some pieces of abiyat that he mentioned. العلم ميراث النبي كذا أتى. The inheritance, the knowledge is inheritance of the Prophet, and like this it has come. في النص والعلماء هم ورثه. It has come like this in the text, and the scholars are the inheritors. ما خلف المختار غير حديثه. The chosen one did not leave anything other than his hadith. فينا فذاك متاعه وأثاثه. And this is what he left amongst us, and this is his property. Basic meaning of the ayah. The other one by Ibn Qayyim or Zahabi. العلم قال الله. العلم قال الله قال رسوله. The knowledge is what Allah has said and what the Messenger has said. قال الصحابة ليس بالتمويه. And what the Sahaba have said without any ambiguity. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة. Knowledge is not that you raise a foolish difference. بين الرسول وبين رأي فقيه. Between the messenger and between the opinion of a faqih, a jurist. كلا ولا جحد الصفات ونفيها. Nor is it denying the qualities and rejecting them. حذرا من التمثيل والتشبيه. Being cautioning from making similarities and saying that Allah is similar to his creatures. So this is what is meant by the knowledge. That the knowledge is either a clear ayah or a sunnah that has been practiced, or that which helps us understand the ayah and the sunnah. But he wants us to know also that the scholars are not perfect. That the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is perfect because of revelation. And there's no doubt that Islam is perfect. And there's no doubt that the manhaj of Salaf is perfect. But the scholars themselves are not perfect, nor those who ascribe themselves to Islam or to the way of the Salaf, nor are they perfect. The truth is no doubt is amongst the scholars. You take the group of the scholars themselves, the truth is amongst them. But the truth is never totally connected to just one scholar by himself. The minhaj is straight and perfect, and those who stick to the inheritance and the principles, all of them are men. They make mistakes, and sometimes they are correct. We are not blind followers. We don't blind follow. It is not correct for anyone to take one particular scholar and to take him
as a his word and statements as being totally correct in every issue. This is incorrect. For from the aqeedah of Ahl Sunnah wal Jama'ah is that the one who is ma'soom is the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So by the fact that you taking one particular scholar and taking every word and every statement that he makes as being correct, believing that he's correct and he has no mistakes whatsoever, you are going against this belief because you are saying that someone other than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is perfect. There's no doubt that the truth will always remain amongst this ummah. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there will always be a group among this ummah upon the truth. So these are the scholars, but not amongst the scholars are perfect, individually perfect. The manhaj is perfect, the inheritance is perfect, but the carriers of that inheritance can make mistakes. وفي هذه المقدمة يمكن للحاضرين والمستمعين إن شاء الله أن يعرفوا الجواب عن السؤال الذي هو عنوان المحاضرة. لماذا يختلف؟ أظن أني بهذه المقدمة قد أجبت على السؤال إجمالا. قد أجبت على هذا السؤال إجمالا، وهو أن العلماء غير معصومين. علماء الحديث والسنة ليسوا معصومين. إذن وارد في حقهم العلم والجهل، ووارد في حقهم الصواب والخطأ. إذن كما يقول أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد عن الإمام مالك وغيره، كل يؤخذ من قوله ويترك. فالعلماء وإن كانوا ورثة الأنبياء لكنهم ليسوا معصومين، فهم يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، ويؤخذ من قولهم ويترك. فهذا هو الجواب الإجمالي عن هذا السؤال، لماذا اختلف العلماء أو لماذا يختلف العلماء. فعلى قدر معرفة العالم بميراث النبوة يصيب، وعلى قدر عكس ذلك يكون العكس. ولهذا فإن أهل العلم لما تكلموا عن أسباب اختلاف العلماء يمكن أن نقول إنهم حصروا هذه الأسباب في ثلاثة أسباب. السبب الأول أن النص لم يبلغ العالم، لم يصل إليه العلم أصلا. فإذا هو قال بخلاف العلم فمن الأسباب الرئيسية أو المهمة لهذا أنه لم يبلغه الدليل، لم يصله الدليل. السبب الثاني أن الدليل قد وصله لكن من طريق لا تصح. الدليل وصل إليه لكن بإسناد لا يثبت، فهو وإن بلغه هذا الدليل لكنه ما استطاع أن يبني عليه علما لأنه لم يصله من طريق صحيحة ثابتة. هذا السبب الثاني. السبب الثالث لاختلاف العلماء أن يكون الدليل بلغ العالم ومن طريق صحيحة، ولكن عارضه عنده دليل أقوى.
فلم يأخذ بهذا الدليل، إما لاعتقاده أن الدليل الذي لم يأخذ به منسوخ، أو أنه من العام المخصوص، أو من الأسباب التي تجعل العلماء لا يقبلون هذا الدليل في هذه المسألة، لأنهم يرون أن الأدلة التي عندهم أرجح وهي التي يجب الأخذ بها، فيتركون العمل بهذا الدليل لسبب أو لآخر، لأنهم عندهم من العلم ما يجعلهم يتركون العمل بهذا الدليل. أي عارض هذا الدليل عند هؤلاء العلماء ما هو أقوى وأرجح وأولى بالأخذ عندهم. انحصرت الأسباب في ثلاثة: إما أن الدليل لم يبلغه، إما أنه بلغه من طريق غير صحيح بينما بلغ غيره من طريق صحيح، وإما أنه بلغه ومن طريق صحيح ولكن عارضه عنده ما هو أرجح منه. هذه ثلاثة أسباب يمكننا حصر خلاف العلماء فيها أو بسببها، والله تعالى أعلى وأعلم. Before I proceed, there was a part that the Sheikh mentioned also regarding the scholars not being perfect. And this is the statement of, as he said, our Sheikh Abu Abdul Rahman, Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, in which he said, the minhaj is perfect, but we're not perfect. So I recalled this, so I wanted to mention it. The Sheikh said, by this introduction that we have taken, it should be clear now that he has answered the question at least in a summarized way. Why do scholars differ? If we have stated that the scholars are not perfect, and therefore there are those within their ability or within their the fact that they're human, put it that way, knowledge is there and ignorance is there. They can have knowledge of a subject and they can be what? Ignorant of a subject. They can be correct about a matter and they can be mistaken about a matter. As Imam Malik rahimullah said, everyone we can take from his saying or leave it except the person in that grave. And he pointed to the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Everyone, right, from the scholars, we can take everyone, he actually said everyone, just like that. We can take from their statements or we can reject, except the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this because the individuals themselves can be correct or they can be incorrect. They can be correct at times and they can be mistaken. They can have knowledge of an issue and at the same time or on another issue, they can be ignorant of this matter. So this is a main reason that scholars differ. One has knowledge of an issue and the other one is ignorant of the issue. One is correct on the issue and another one is mistaken in the issue. But the scholars have taken and said that there are three main reasons why scholars differ. If you look at the differing amongst the scholars, you find that it goes back to three main reasons. He says the first reason is that the text or the knowledge never reached the scholar. He has no knowledge of the issue whatsoever. The knowledge never reached him. So he has no knowledge of the issue. He did not oppose it based upon knowledge, but because the text never reached him whatsoever. The knowledge never came to him. The second is that the knowledge reached him, but it came to him from a way that was not authentic. A weak narration, or so on and so forth, in a manner that was not authentic. So therefore he rejected it because of the way it came to him, the way it was transmitted to him. Thirdly, the knowledge reached him, and it came in an authentic fashion. It was transmitted to him correctly, but he had with him that which he believed to be a stronger proof than that which was presented to him. Or he believed that that evidence that came to him was abrogated, or that it was general, or it was specific, or whatever,
It went against that which he believed to be more authentic and closer to the truth. So if you look at this, these are the three main reasons that the scholars differ. وعندما نتأمل هذه الأسباب الثلاثة فإننا نجد أن معظم الخلافات أو الاختلاف بين أهل العلم من أهل الحديث والسنة وقع بسبب ذلك. فالسبب الأول أن العالم لم يبلغه الدليل وهذا سبب أيضا مجمل يمكن أن يكون تحته أسباب فرعية مشابهة. فمثلا العالم لم يبلغه الدليل، هذا واضح. قد يبلغه الدليل ثم عندما يسأل في المسألة لا يستحضر الدليل، فكأنه أيضا لم يبلغه الدليل، أي عندما أفتى في المسألة لم يكن الدليل في ذهنه. فسواء أكان الدليل لم يبلغه من الأصل أو عندما احتاج إليه لم يتذكره، فهذا كله يعتبر من باب عدم استحضار الدليل، سواء كما قلنا بلغه ولم يستحضره أثناء الحاجة إليه أو لم يبلغه من الأصل. مثال واضح لهذا السبب في الصحابة رضي الله عنهم، كان بعض كبار علماء الصحابة تغيب عنهم أشياء لا يعرفونها، وهذا لا يقدح فيهم أبدا، لأن هذه طبيعة البشر، العلم والجهل، العلم والجهل. ما يوجد بشر بعد الأنبياء كما قلنا يمكن أن يوصف بأنه قد أحاط بكل شيء علما في دين الله عز وجل، ولا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا عمر رضي الله عنه من القصص المشهورة جدا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يستأذن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه خليفة في ذلك الوقت، إمام المسلمين، أمير المؤمنين. فجاء أبو موسى استأذن على عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه منشغلا ببعض الأمور، فسمع استئذان أبي موسى ولكنه لم يتمكن من الجواب في ذلك الوقت، وظن أن أبا موسى سينتظر عند الباب حتى يخرج إليه عمر رضي الله عنه. لكن أبو موسى رضي الله عنه استأذن ثلاث مرات: السلام عليكم يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ما أحد رد عليه. فانصرف أبو موسى، رجع، خرج عمر رضي الله عنه لم يجد أبا موسى. أين أبو موسى؟ ما وجده. ثم لقيه بعد فقال: أين ذهبت؟ قد سمعتك تستاذن ثم خرجت فما وجدتك. قال: أما إني قد استأذنت ثلاثا فلم تجبني فانصرفت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع، أي فإن أجبت وإلا فلترجع. وهنا استعجب عمر رضي الله عنه لهذا الكلام: الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع، ما سمع بهذا قط من قبل، لم يبلغه هذا النص، لم يبلغه هذا الدليل، استعجب. كيف هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ثم في المدينة، لازمه طوال فترة الإقامة في المدينة، ثم بعد ذلك هو لازم أبا بكر رضي الله عنه مدة خلافته 2.5 سنين تقريبا، وهو في كل هذا
يعني يسمع من العلم ما سمع ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع. فأخذ عمر رضي الله عنه بثياب أبي موسى وقال لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. استغرب رضي الله عنه أنه ما سمع. هذا أمر يعني كما يقال من آداب الإسلام التي يعني يعرفها كثير من الناس. فلذلك عمر رضي الله عنه استغرب استعجب. ذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى المسجد ودموعه قد اغرورقت بالدموع يعني وعيناه قد اغرورقت بالدموع، الدموع في عينيه، لأنه فوجئ بأن أمير المؤمنين ما يعرف هذا. فقال لحلقة من الأنصار يجلسون في المسجد حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وعمر رضي الله عنه قال لي كذا وكذا وكذا، وقال لتأتيني على هذا ببينة أو لأجعنك ضربا. فقال من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قالوا كلنا سمعناه. قالوا كلنا سمعناه. ثم قالوا له لنرسلن معك أصغرنا، يعني لن يشهد معك أكبرنا، سيذهب مع أصغر واحد، سيذهب ويشهد معك، لا يشهدن معك أصغرنا أو لا يذهبن معك أصغرنا. فأرسلوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، ومعروف أن بين أبي سعيد وبين أبي موسى رضي الله عنهما فارق كبير في السن. هذا أبو موسى صحابي كبير ومن كبار علماء الصحابة، وأبو سعيد كان شابا صغيرا في ذلك الوقت، وهو وإن كان من علماء الصحابة لكنه من صغارهم، ليس هو من كبارهم، فهو من صغار علماء الصحابة، من الصحابة الذين كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حفاظهم لكنه ليس من كبار الصحابة ولا من كبار علمائهم. فذهب أبو سعيد مع أبي موسى وشهد عند عمر رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع. وهنا قال عمر رضي الله عنه والله إننا يعني أو لا نعم لقد شغلنا السفق أو الصفق بالأسواق، أي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننشغل بأمورنا بتجارتنا بشيء من ذلك، فما كنا نحضر كل مشاهده. فهنا أقر عمر رضي الله عنه بأنه جهل هذا الحديث، ما عرفه، لم يسمع هذا قط قبل ذلك، فبقي مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، جزءا كبيرا من الفترة المكية وطوال الفترة المدنية، ثم بقي ملازما لأبي بكر رضي الله عنه سنتين ونصف، ومع ذلك ما سمع مثل هذا الأدب الإسلامي الذي عرفه سائر الصحابة. هذا مثال حي لهذه المسألة، وهي مسألة قد يستغرب بعض الناس منها، يقول كيف خفي ذا على مثل فلان. وهنا أذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما تكلم عن مسألة مشابهة، وهي ذلك الحوار الذي حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة، فعمر رضي الله عنه احتج بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وأبو بكر رضي الله عنه رد عليه بنفس الحديث فقال إن الزكاة حق المال، لأن الحديث فيه إلا بحق الإسلام. فأبو بكر رضي الله عنه استعمل قاعدة أهل العلم في أنه ما احتج أحد بنص على شيء خطأ أو مخالف أو باطل إلا ووجدت في هذا الدليل الذي احتج به ما يرد عليه.
فأبو بكر رضي الله عنه رد على عمر رضي الله عنه بنفس الحديث في آخره إلا بحق الإسلام. والقصة معروفة، وأن عمر رضي الله عنه رجع لقول أبي بكر حيث قال في النهاية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. الذي يعنينا هنا أن عند الإمام البخاري بل وعند البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، ابن عمر رضي الله عنه ابنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فهنا الحافظ ابن حجر طرح بحثا جميلا جدا، وهذا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري عند شرحه على هذا الموضع، قال: فهذا حديث عرفه عبد الله بن عمر ولم يستحضره أبوه عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يستحضره أبو بكر رضي الله عنه كذلك. فيقال: كيف خفي ذا على أبي بكر وعمر وعرفه عبد الله بن عمر الذي هو أيضا في سن من؟ في سن من؟ أبي سعيد، لأن عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري استصغرا يوم أحد، كانا صغيرين في السن فاستصغرا يوم أحد، كما ذكر كان مع الصبيان أو الغلمان، فكان بعض هؤلاء الصبيان يقف على أطراف أصابعه لكي يجازى في القتال، يريد أن يقاتل، فماذا يصنع حتى يظهر أنه طويل؟ يقوم يقف على أطراف الأصابع حتى يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبير، فيختار ويقول: هذا يقاتل، يصلح أن يقاتل معنا. فاستصغرا يوم أحد. فالشاهد أن الحافظ رحمه الله طرح هذا البحث: كيف خفي مثل ذا عن أبي بكر وعمر وعرفه عبد الله بن عمر الذي هو أصغر سنا بل هو ابن عمر رضي الله عنه؟ فقال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن الدليل أن هذا النص، لأن طبعا أنتم فهمتم الفرق بين النصين يا أخوان، النص الأول ليس فيه وأقام الصلاة وآتى الزكاة الذي احتج به عمر رضي الله عنه، فيه فقط أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها. النص الثاني فيه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهو نص قاطع في المسألة كان كفيلا بإنهاء الخلاف أو النقاش الذي حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع ذلك لم يستحضر واحد منهم هذا النص. فقال الحافظ رحمه الله: احتمل أنه لم يبلغهما هذا النص، يحتمل أنهما لم يسمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثاني يحتمل أنهما قد بلغهما أو بلغ أحدهما النص لكنه لم يستحضره في هذا المقام، وهذا يحصل لكثير من أهل العلم أنه يكون عارفا بالنص لكن يأتي عند الاستدلال لا يذكره لا يستحضره. فهنا فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فلا يقال بعد ذلك كيف خفي ذا على مثل فلان. فهذه فائدة تستحق أن تكتب بماء الذهب، لأن هذا خفي على أبي بكر عمر رضي الله عنه، ما عرف حديثا سواء كان قد بلغهما ولم يستحضراه أو لم يبلغهما وعرفه من هو دونهما في العلم والفضل والقدر والسن. إذن لا يقال كيف خفي الدليل الفلاني على العالم الفلاني. مهم هذا الكلام. إذن قد لا يكون الحديث بلغ النص، معذرة، الدليل سواء كان من الكتاب أو السنة، قد لا يكون بلغ العالم أصلا، وقد يكون تحت هذه الجزئية جزئية أخرى أنه قد يكون بلغه ولكنه عند الحاجة إليه لم يستحضره
والله تعالى أعلم. So after this summary that we have taken, that the three reasons why the scholars differ, one, that the text or the knowledge of the dalil did not reach him, or secondly, that it reached him but in a manner that was weak, or thirdly, that it reached him and in a manner that was strong, but he had something with him that he felt was stronger or more truthful. There also follows under this, we can say that this is a summary, that the dalil did not reach him. You can make that as a summary, and under this there will fall many points. And one of them is that it reaches him, but he doesn't recall it. The text or the knowledge reached him, but at the time that he's talking about the issue or writing about the issue or discussing it, he doesn't recall the evidence or the knowledge or the dalil of the text. And we have an example in this from the greatest of men, and that is the Sahaba. May Allah be pleased with all of them. Because as we said, no one is perfect. Not Umar, not Abu Bakr, no one is perfect. And the Shaykh mentioned that if we were to blindfold anyone, we would have blindfolded Abu Bakr. But as we said, no one is perfect. This he mentioned previously, and I just wanted to bring it to your attention. There is an example in the time of Umar ibn Khattab radiallahu anhu, wherein he is at that time Amir al-Mu'mineen, the leader of the believers. He is the Khalifa. And Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu goes to visit him. When he goes to visit him, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu seeks permission to enter. So Umar ibn Khattab radiallahu anhu hears him, but because he is busy with an issue, he doesn't answer him. But he feels, or he believes that Abu Musa will sit and wait. Abu Musa seeks permission. He says, As-salamu alaykum, O Amir al-Mu'mineen. As-salamu alaykum, O Amir al-Mu'mineen. As-salamu alaykum, O Amir al-Mu'mineen. Three times. And then he leaves. Umar goes out and finds that he's gone. So when Umar sees him later, or finds him later, he asks them about what, he asks or questions him as to what has occurred. He said, well, I came to you and I saw permission to enter, and you did not grant it, so I left. And based upon the Prophet, the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that permission is to be sought three times. If you are giving it, then so, then okay, and if you are not, then you are to return. Umar radiallahu anhu thought that this was something very strange. Thought that this was something very, very strange. Here, he has never heard this hadith before. He has never heard this piece of knowledge or this matter of knowledge before. He was with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Mecca, in most of the years of Mecca. And with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Medina, after the hijrah in Medina. And with Abu Bakr in his 2 years and a half or whatever of his khilafah. And he has not heard this hadith at all. So he found this very strange, and he grabbed Abu Musa by his thobe and said, you will bring for me a witness for this evidence or this hadith that you have brought, or you will be beaten. And he said, with his bora, he will be beaten. So Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu went to the masjid, and he went crying. And how could this matter be obscure from the Khalifa, from Umar ibn Khattab radiallahu anhu? So he went to the Ansar and told him about what had occurred. And the Ansar said, all of us know this issue. All of us know this issue. And as the Sheikh said, this is an issue of general adab. Of general adab that generally the Muslims know about. That if you seek permission at a person, to enter upon a person,
You seek it through. So he is the. And Abu Sa'id Khudri witnessed, yes, I heard from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying that if one of you seeks permission, you should seek permission three times, and if he is allowed to enter, then okay, and if he is not, then he should return. So Umar, here is Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ignorant of this issue is obscure to him, hidden from him. So he mentioned as to why this was the case. He said, I was busy many times with my being a merchant or my trade in the marketplaces, and this kept me busy from obtaining some of the knowledge from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So it should never be said, how could this thing be hidden from this particular person? How could this thing be obscure? How could he not know this? This should be never said. As a matter of fact, Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, in Fath al-Bari, talks about this issue at length when he refers to the disagreement of Umar and Abu Bakr, radiyallahu anhuma, when it came to those who rejected giving zakat or refused to give the zakat. And Abu Bakr said, I will fight them. If they deny me a whip that they used to give to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, I will fight them. And Umar radiyallahu anhu said, how can you fight them? When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I have been ordered to fight the people until they say, La ilaha illallah. Until they bear witness, no one has the right to be worshipped except Allah and Muhammad is the Messenger of Allah. And come with that which is the right, and their account is with Allah. And Abu Bakr used the same evidence that Umar mentioned here as a reason why he was going to fight them. He said, with its rights. And this is a principle also from the scholars, that they say no one has used a proof incorrectly, except you are able to find an evidence in that very proof that they use incorrectly for the correct position. And Abu Bakr used this way. But what Ibn Hajar says is something that is strange, that there is a hadith which is in the Sahih of Bukhari, in the book of Iman, on the authority of Umar radiyallahu anhuma, not Umar, the son of Umar, the son of Umar. And the narration says, what? I have been ordered to fight until the people bear witness that no one in existence has the right to be worshipped except Allah and Muhammad is his messenger, and they establish the prayer and they pay the zakah. If they do that, then their wealth and their properties are safe and their account is with Allah. Here is our narration that Umar didn't know and Abu Bakr didn't know. Or either Umar did not recall it or Abu Bakr did not recall it. And Ibn Umar is small. He is closer to the age of Abu Sa'id al-Khudri. He's from the small of the Sahaba. And here's a hadith that he knows. And Abu Bakr Sadiq did not know it or did not recall it, otherwise he would have used it at that time. Nor did Umar himself recall it, otherwise he would have used it. Because we have here two texts. The first text says what? I have been ordered to fight them until they say there's no one who has the right to be worshipped except Allah and Muhammad is the messenger of Allah. If they do that, and it doesn't mention anything about Salat or Zakat. The next hadith says the same wording except it mentions and until they establish Salat and pay the Zakat. So this is a text that would have refuted all types of all dispute and all arguments. It would settle the issue totally. And both of them were either unaware of it or the knowledge of that matter had not reached them. So Ibn Hajar says, and this is something that should be written, as he says, in golden ink, or in gold, that it can never be said after this, after Abu Bakr and Umar either had no knowledge or did not have
the recall of this hadith, how could that be something unknown to this such and such person? Or how could that person not know this? This is an evidence for that. And this is also that we should know, and this is a manner, this is a principle here that we're saying, that when we say that the knowledge has not reached the scholar, it means two things. That the knowledge, the text, the dalil from Kitab and Sunnah did not reach him, or that it reached him, alayka salam, but he did not recall it. For it's the same thing. For if he doesn't recall it, it's as if it did not reach him. أن يكون الدليل بلغهم ولكن من طريق لا تصح، فالإسناد الذي بلغهم الدليل به ضعيف لا يعتمد عليه، فلا يستطيع العالم أن يقول به طالما أن الإسناد ضعيف. حتى إن بعض أهل العلم كانوا إذا سئلوا في مثل هذه المسألة يقول ورد فيها هذا الحديث، فإن صح فأنا أقول به، يعلق القول به على صحته. وهذا حصل لكثير من أهل العلم في مسائل كثيرة، أن الواحد منهم يسأل في مسألة فيقول ما أعرف فيها إلا هذا الحديث لكنه لا يصح، فإن صح فأنا أقول به، لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يخالفوا الحديث الصحيح، بل كانوا يشددون في هذا أشد التشديد. حتى إن الشافعي رحمه الله قيل له ماذا تحكم على هذا الحديث، أصحيح هو؟ فقال صحيح. قالوا فهل تقول به؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا واحمر وجهه وقال وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا لم أقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات الأخرى أنه سئل نفس السؤال فقال أرأيتني أشد في وسطي زنارا، يعني هل تراني يهوديا أو نصرانيا؟ يعني كيف تسألني هذا السؤال؟ كيف تقول لي هل تأخذ به أو لا تأخذ به؟ هل تقول بالحديث بعد أن عرفت أنه صحيح عندي تسألني هذا السؤال؟ هل تراني يهوديا؟ هل تراني نصرانيا؟ يعني لا مسوغ لعالم أبدا إذا صح الحديث عنده ألا يقول به ما دام الحديث صحيحا. فالشاهد على كل حال أن السبب الثاني لاختلاف أهل العلم أن النص أو الدليل قد يبلغ العالم لكنه لا يبلغه من طريق قوية ثابتة يستطيع أن يعتمد عليها، فلا يقول بما في هذا النص، بينما العالم الآخر أو العلماء الآخرون يكون نفس الدليل قد وصلهم لكن من طريق صحيح، من طريق صحيحة. فالعلماء الذي وصلهم الحديث من طرق صحيحة يقولون به، والعلماء الذين لم يصلهم هذا الحديث من طرق صحيحة لا يقولون به، فيحصل هنا اختلاف بين العلماء أيضا. والسبب هو ما ذكر أن النص بلغ العالم ولكن من طريق لا تصح أو لا تثبت. The second reason that we mentioned for the differences amongst the scholars or why the scholars differ is the fact that the narration of the text may have reached them, but as we said, alhamdulillah, in a manner that is not authentic, in a manner that is not sahih. And this is why you find many of the scholars saying, when you read the works of the scholars, you find many of them to have said in the past that it has been related that there is hadith. If it is sahih, then that's my statement. A certain hadith has been related in this matter. If it is sahih, then that is my statement. Meaning that it has reached them information about the hadith, but it was not authentic. The means that it came to him or the transmission that he received was not authentic. But he's saying, if it is sahih, and if there comes another
way of it or some other support for it, if it is sahih, or if he can verify that it is sahih, then it's a statement. He said this is the way the scholars are, because none of them find any room whatsoever to go against or reject an authentic hadith. This was not their way whatsoever. Once a hadith was proven to be authentic, they believed in it and applied it. He said, and we can find this example in Imam Shafi'i rahimahullah, in which Imam Shafi'i, one man asked him about a hadith, is this hadith authentic? Is this hadith sahih? Do you say that this hadith is sahih? Imam Shafi'i answered, yes, it is sahih. Then the man said, do you go by it? So Imam Shafi'i rahimahullah said, what earth would support me and what heaven would shade me if a hadith would come from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and I would say other than that hadith? In another narration, a man asks a similar question. And Imam Shafi'i says, do you see on my waist a belt? Or any that the non-Muslims, the Yahud and the Christians used to wear a specific dress. He said, do you see around my waist this particular matter that they used to wear? Do you see me as a Jew or a Christian? That a hadith would come to me from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that is authentic and that I would reject it? So whatever was proven to be sahih, whatever was proven to be authentically related from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they accept it. No scholar would reject that which is authentic. But in transmission to him, it may have come in a weak narration. But it may have come to another scholar with sound transmission, alayka salam, and in a sahih manner. So those who know it to be sahih state it and act upon it and accept it, and those who consider it to be weak, they do not act upon it or go by it. And this is the second reason that the scholars differ regarding how the fact that the hadith came to them and whether the transmission to them was weak or was sound. Some consider it sound, therefore they differ with those who consider it weak. Some consider it weak, and therefore they differ with those who consider it sound. السبب الثالث والأخير هو أن يبلغ الدليل للعالم من طريق صحيحة لكن يكون عنده أدلة أخرى أيضا صحيحة تعارض هذا الدليل فيحتاج إلى الجمع بين الأدلة وقد يترك الأخذ بهذا الحديث بالكلية لأنه يرى أن هذا الحديث من الذي يعني لا يعمل به لأنه منسوخ مثلا فأنا أضرب مثالا أن الحديث بلغ العالم وهو حديث جواز نكاح المتعة فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يبيح لأصحابه نكاح المتعة ثم في آخر حياته حرم عليهم نكاح المتعة فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمل بالحديث الأول لأنه لم يبلغه الناسخ وأكثر الصحابة بلغهم الناسخ فأفتوا بحرمة نكاح المتعة إلى يوم القيامة ونكاح المتعة باختصار معناه أن يتفق الرجل والمرأة على زواج مؤقت لمدة معينة بأجر معين مهر معين يتزوجها لمدة أسبوعين أو شهر بمهر قدره كذا وبعد ذلك ينتهي كل شيء كل واحد يذهب إلى سبيله زواج مؤقت بصداق محدد كان هذا جائزا في أول الإسلام ثم حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين فعندما يأتي عالم يبلغه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ووصله هذا الدليل بطريق صحيح وصله من طريق صحيح لا يعمل به هذا العالم لأنه بلغه حديث آخر أن هذا كان في الأول وأن نكاح المتعة حرم فلا يعمل بهذا الحديث الأول مع أنه صحيح ووصله من طريق صحيح لأنه عنده حديث معارض له فرجح ذلك المعارض وأخذ به وترك العمل بهذا الحديث
بينما غيره من أهل العلم لعله لم يبلغه إلا الحديث المنسوخ ولم يبلغه الحديث الناسخ. إذن هنا قد يبلغ الحديث للعالم ومن طريق صحيحة ولكنه لا يعمل به لسبب من الأسباب أو لمرجح من المرجحات التي تجعله يرجح غيره، وهذا كثير. ولعل هذا السبب الأخير من أهم أسباب الاختلاف بين أهل العلم، فالعلماء يتفاوتون في علمهم ويتفاوتون في مداركهم وأفهامهم، فقد يرى بعض العلماء أن هذين الدليلين متعارضان، وقد يرى بعضهم أن الدليلين ليسا متعارضين بل يجمع بينهما، فهذا يقول أنا أخذ بهذا ولا أخذ بهذا، والثاني يقول لا بد أن أجمع بين النصين فأقول هذا عام وهذا خاص أو هذا مطلق وهذا مقيد. يعني عندهم طرق للجمع بين الأدلة، أو أن هذا الحكم ينخفض من التحريم إلى الكراهة أو من الوجوب إلى الاستحباب أو نحو ذلك من طرق الجمع بين الأدلة. لكن يهمنا السبب الرئيسي أن الدليل قد يبلغ العالم ولكن وإن كان صحيحا إلا أنه يقدم عليه غيره لمرجح عنده، فترجح عنده العمل بالآخر فقدمه على هذا الدليل، بينما الذي لا يعرف تلك الأدلة الأخرى قد يعمل بهذا الحديث، كما مثلت لكم بمسألة نكاح المتعة. بقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جلالة قدره وعلمه يعمل بالحديث الذي يجيز نكاح المتعة، لم يبلغه الناسخ، بينما سائر علماء الصحابة لما بلغهم الأحاديث الناسخة ذهبوا إلى تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ولا شك أنهم هم المصيبون في المسألة. ونحن الآن لسنا بصدد أن نعرف كيف نتصرف تجاه اختلاف العلماء، فهذا موضوع المحاضرة الثانية إن شاء الله التي ستكون بعد العصر بإذن الله تعالى، لكن موضوعنا الآن لماذا اختلف العلماء. فالسبب الثالث لاختلافهم أن يبلغه الحديث أو النص ومن طريق صحيح، لكن يترك العمل به لمرجح آخر عنده، والله تعالى أعلى وأعلم.